جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح العطور الحاوية على نسبة من الكحول لا تعلم، هل يجوز استعمالها؟ إذا كان كثيرها يسكر أو فرض أنها إذا شربها الإنسان يسكر فإنها نجسة وحرام، قليلها وكثيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كانت هذه العطور لا تسكر لو شربها شخص فإنها ليست بنجسة ولا محرم. نعم.